أبو شنب، مسؤولة النشاط الفني بجامعة حلوان ومدربة فريق كرة لجامعة حلوان. النهاردة أنا جاية أتكلم عن أسبوع شباب الجامعات اللي بتستضيفه لأول مرة جامعة حلوان، وطبعا دي حاجة مشرفة جدا لينا. وجاية أتكلم بالخصوص على النشاط الفني بالجامعة والنشاط الفني اللي هيتم في أسبوع الشباب. إحنا في النشاط الفني بالجامعة بنكتشف زي كل جامعة بنكتشف الطلاب الموهوبين في الموسيقى وفي الكورال وفي الغنى، وبنبدأ ننمي موهبتهم وندربهم على ده علشان بعد كده يقدروا إن هم يطلعوا معانا في حفلات مهمة وفي المسابقات زي مسابقات إبداع، وبيطلعوا معانا في مراكز فنون بوزارة الشباب والرياضة، وبيطلعوا معانا في أسبوع الشباب إن شاء الله السنة دي. طبعا وإحنا بنعمل ده بنكتشف طلاب مميزين جدا بالجامعة، وإن شاء الله هيكونوا مطربين مهمين جدا في المستقبل. السنة دي جامعة حلوان بتستضيف أسبوع شباب الجامعات، وبنستضيف جامعات مصر، فبنجهز ليهم المسرح بتاع الجامعة، عاملين تجهيز مميز جدا من صوت، من إضاءة، من كل حاجة بيحتاجها المسرح علشان المسابقات والعروض المميزة اللي هتكون موجودة في الأسبوع. كمان غير المسابقات اللي عندنا في الأسبوع هيكون عندنا عروض مميزة فنية، هيكون عندنا حفلات فنية، وهيكون مواعيدها بعد نهاية المسابقات يوميا. هيكون في حفلات ترفيهية للطلاب علشان يكون الأسبوع مميز وممتع بالنسبة لهم. وطبعا وجود كل الجامعات المصرية معانا في جامعة حلوان دي حاجة حلوة جدا، وأسبوع شباب الجامعات حاجة مميزة جدا للطلاب، لأن هي بتضيف لهم إن هم بيتعرفوا على بعض وبيتعرفوا على شباب مختلفين من جامعات مختلفة، وبيقدروا إن هم يتبادلوا الثقافات بين المحافظات المصرية، وإن هم يكونوا صداقات كمان مع طلاب من جامعات أخرى، ويكون عندهم روح التنافس الشريف مع بعض، ودي بتكون حاجة ممتعة جدا وبتضيف لهم في شخصياتهم وفي حياتهم حاجات مهمة جدا. إحنا النهاردة موجودين بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان في قاعة التدريب، علشان كان عندنا البروفات، شغالين على بروفات المسابقة اللي هتكون موجودة في أسبوع شباب الجامعات، وكمان بنتدرب على الحفلات اللي هتكون موجودة والعروض الفنية اللي هتكون موجودة معانا في الأسبوع إن شاء الله. احنا هنا بندرب فريق الكورال، كان عندنا معانا 5 شباب و5 ولاد، دول اللي بيتدربوا لمسابقة الأسبوع، لأن المسابقة من شروطها ان هيكون فريق الكورال مكون من 5 شباب و5 بنات. جامعة بنها، جامعة المنصورة، كل الجامعات هتيجي وهيباتوا معانا الطلاب لمدة أسبوع، تمام؟ هيفضلوا بيتين في الجامعة هنا، هيعملوا أنشطة ثقافية وهيعملوا أنشطة فنية وهيعملوا أنشطة رياضية، حاجات، مسابقات شطرنج، مسابقات عباقرة، مسابقات في كل حاجة، وهيبقى فيه بقى فقرات ترفيهية في النص في وسط الأسبوع للولاد علشان يكونوا مستمتعين بيه. فإحنا الجامعة السنة دي هتستضيف الولاد الأسبوع زي أسبوع كامل، حياة كاملة جوه الجامعة، بيصحوا مع بعض وبياكلوا وبيشربوا وبينزلوا يعملوا مسابقات بقى بين الطلاب كلهم، مسابقات فنية بتاعتنا الكورال. الولاد هيعملوا، كل فريق جامعة هيعرض الفقرة بتاعته بشروط معينة، وهتبقى مسابقة مين هياخد المركز الأول، مين هياخد المركز الثاني في الرياضة، نفس الكلام في كل الألعاب الرياضية، في الثقافة، في كل حاجة. فهو أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، وكل الأنشطة اللي الولاد بيحتاجوها، وجوالة، كل الأنشطة اللي الولاد بيحتاجوها موجودة في الجامعة لمدة أسبوع، مع بعض بيتشاركوا مع بعض فيها وبيتنافسوا وبيعملوا مسابقات. كل ده بيفيدهم كتير جدا، بيفيدهم أولا المسابقات بتضيف لهم جدا إن هم بيتنافسوا مع بعض، زي ماتشات الكورة لما بتعمل دوري في الكورة مثلا، خلاص اللعيبة بتستفيد إيه؟ لا طبعا لياقة بدنية عالية، روح تنافسية، بيكسبوا جوائز، حاجات كتير جدا، كفاية ان هم بيتعرفوا على بعض وبينافسوا بعض، ودي حاجة حلوة جدا، فاهم قصدي؟ كمان في مثلا عندنا في الموسيقى وفي الكورال الولاد بيتعلموا، يعني فريق الكورال مثلا هم ليهم شروط معينة للمسابقة بتاعتهم. يعني احنا عندنا حاجة اسمها ميدلي لعمار الشريعي، هيغنوه ميدلي عمار الشريعي، هم مجموعة اغاني لعمار الشريعي، طبعا الملحن الكبير عمار الشريعي، مجموعة أغاني، طبعا أغاني عمار الشريعي صعبة جدا،
صعبة جدا. فكون الولاد يعملوا ميدلي لأغاني عمر الشريعي ده معناه ان هم يتمرنوا على حاجات صعبة جدا، هتضيف لهم في صوتهم وهتضيف لهم في الغنى، هتعرفهم في بعض الولاد منهم ما يعرفوش كل ألحان عمر الشريعي، ما يعرفوش الحاجات الصعبة لعمر الشريعي. فطبعا لما هيغنوا حاجات كده أولا هيتعرفوا على ملحن كبير زي عمر الشريعي، تاني حاجة ده هيفرق معاهم في صوتهم جدا جدا جدا، وهيضيف لهم إضافة كبيرة جدا للولاد اللي بيحبوا الغنى. تمام، لما يطلعوا مسابقات مع بقية الجامعات دي حاجة بتكون حلوة جدا، بتفرق في روحهم وبتفرق معاهم نفسيا، وبيتعرفوا كل جامعة عندها أصوات عاملة ازاي، كل مدرب بيدرب بطريقة عاملة ازاي، لأن كل حد وليه أسلوبه، فبيبدأوا يكتشفوا حاجات مختلفة. ده غير طبعا روح المنافسة الحلوة اللي بتبقى بين الشباب بين أي لعبة، رياضة أو فن أو ثقافة أو أي حاجة، روح المنافسة حلوة وبتضيف لهم، بتعرفهم يعني إيه منافسة شريفة، بتعرفهم يعني إيه ما زعلش إن أنا خسرت أو مفرحش إن غيري خسر، لا إحنا بنفرح مع بعض كلنا. تمام، حاجة تانية الجامعات اللي هتكسب هيكون فيها ليها جوائز، وهيكون ليها حاجة مميزة إن أنا طلعت مركز أول، أنا طلعت مركز تاني، دي حاجة طبعا مميزة جدا. بصي احنا معانا طلاب مميزين جدا 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 جدا، يعني هم مش كل الولاد كانوا معانا النهارده موجودين، بس احنا عندنا طلاب مميزين جدا جدا جدا، وطبعا انا اتوقع واتمنى المركز الاول، اكيد محدش هيستنى ياخد مركز تاني. فلا احنا هننافس بقوة ان شاء الله.